أحسن الله إليكم. المرسل سمير علي من تبوك يقول: كثير من الناس يكون دائما على لسانه ومن كلامه غيبة ونميمة، وربما يكذب ويبهت، وإذا وجهناهم لترك ذلك يقولون: إنكم تمنعوننا من الكلام، أو يقولون فيما تريدوننا أن نتكلم. فبماذا تنصحونهم وكيف نواجه مثل هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. ننصحهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب حفظ اللسان إلا فيما يعني ويفيد، وأما الكلام المحرم والسب والشتم والغيبة والنميمة وشهادة الزور فكل هذا كلام محرم، ومحصن على الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاللسان خطير، فيجب على الإنسان أن يحفظه إلا فيما في فيه مصلحة من الكلام، وأما ما فيه مضرة فإنه يحفظ لسانه. وحتى الكلام الذي لا فائدة منه ليس فيه ضرر وليس فيه فائدة، فالإنسان لا يتعب لسانه ويضيع وقته في الكلام الفارغ الذي لا فائدة منه.